السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط والجامعات المصرية اللي مشرفانا، جامعة المنيا، جامعة أسوان، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس. النهارده وكالعادة كل يوم أربع التجمع العلمي لسيمينارات تقويم الأسنان. الدور النهارده على جامعة المنيا، موضوع شيق وجميل وأنا عن نفسي لأول مرة أشوفه بيطرح في عالم تقويم الأسنان، لأنه متعلق أكتر بالتركيبات الثابتة وما إلى ذلك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كات كام تكنولوجي إن أورثودونتكس. هيقدم لنا السيمينار النهاردة الطبيب بدر عبد الغني، وهو حاصل على ماجستير تقويم الأسنان عام 2018 من جامعة المنيا، وهو أخصائي تقويم الأسنان بوحدة كليفت أند كرينيوفيشيال يونت إن سوهاج يونيفرسيتي هوسبيتال، وهو طالب دكتوراه بقسم تقويم الأسنان جامعة المنيا. سيمينار النهاردة تحت إشراف أستاذنا الأستاذ الدكتور وائل رفاعي، Head of Orthodontic Department, Faculty of Dentistry, منيا يونيفرسيتي، دين اوف فاكولتي اوف دنتستري اسوان يونيفرسيتي. ان شاء الله نستفيد جميعا والموضوع يكون شيق وجميل ونبدا السيمينار. اتفضل يا دكتور بدر، قدم السيمينار. شكرا يا دكتور وسام، طبعا يشرفني ان انا اقدم السيمينار النهارده وسط اساتذتي والدكاتره زمايلي اطباء التقويم في مصر كلها. هنتكلم عن الكات كام تكنولوجي في الاورثودونتكس، ودي الاوتلاينز او الكونتنتس اللي احنا هنتكلم عليها. حابب اقول بس ان يعني المصطلح بتاع الكات كام هو المختلط علينا ان هو الكات كام كبس ميلينج ماشين فور كراون او بريدج او كده. يعني الكات كام ده هو هنلاقيه حتى في كل البيبرز او كل الاستاديز، كمبيوتر ايديد ديزايننج، كمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج، وهنشرح ان شاء الله بالتفصيل او يعني ثرو ذا سيمينار الكلام ده يعني ايه. التكنولوجي ادفانس تكنولوجي از رابيدلي تشينجينج ذا وورلد، كل العالم من حوالينا بيتغير، برضو الدنتال بروفيشن از ترانسفورمينج مع الدنتال تكنولوجي. الانتري اوف كمبيوتر ان ذا فيلد اوف ديزاين اند مانيفاكتشرنج هاد ليد تو ايمرجنس اوف نيو ايرا كولد كمبيوتر ايديد ديزاين، كمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج. الاصل في الموضوع كان بدايته الديجيتايزيشن، الديجيتايزيشن اللي هو ان احنا نحول الداتا او الانفورميشن into a digital format means capturing the analog signal into a digital code through the ADC or analog digital converter، سواء كانت الداتا دي 2D او 3D او ايا كان يعني، بس الفكره ان احنا حولناها للديجيتايزيشن. ايه الادفانتج بتاعت الكلام ده بتاعت الكات كام والديجيتايزيشن؟ اول حاجه مور اكوريت ميجرمنت، ستورج بيتر، تايم سيفنج، اونلاين كونسلتيشن مع الدكاتره لو حبينا نبعت حاجات او حالات او حد في بلد بعيد عن الثاني. تيتشينج تكنيكس از بيتر وذ ذس تكنولوجي. اولسو ان ذا دنتال ريسيرش بينيفيتس ار ذير. التكنولوجي بدات فعلا من الكراون، هي بدايه الفكره الكات كام في البروتودونتكس، واول انلاي سيراميك انلايز عن طريق السيرك سيستم كان في الثمانينات. Nowadays, further development of CAD-CAM allowed the integration of technology in other fields of dentistry, including surgery, implants, and orthodontics. Orthodontics is rapidly embracing new materials and advanced technology. دلوقتي, the fully equipped 3D orthodontic office is a reality. وكمان احنا بنسميه أو بنطلق عليه complete digital workflow. Recent development هي اللي خلتنا نوصل لكده. الانترا اورال، الفيشال سكانر، الديسكتوب سكانر، السي بي سي تي، كل الحاجات دي وصلتنا ان احنا نوصل لاكيرسي بيتر، كونسيستنسي اند بريدكتابيليتي اوف تريتمنت اوتكم. الكات كام دوا بيتكرر في كل حاجه، 3 كونسبتس زي في كل حاجه في الكات كام: داتا اكوزيشن اند ديجيتايزيشن، داتا بروسيسنج اند ديزاين، مانيفاكتشرنج. الثلاث خطوات دول ثابتين في كل حاجه بنعملها كات كام aided appliance or aided design. أول حاجة هناخدها data acquisition. Data acquisition ببساطة الحصول على الداتا اللي احنا محتاجينها، سواء عن طريق
imaging زي أشعة مثلا سواء كانت سي بي سي تي أو سي تي أو أي حاجة، أو عن طريق سكان أو داتا للتيث أو الأسنان عن طريق الانترا أورال سكان أور اندايركت باي اندايركت سكان أور فيشال سكان باي ذا واي. هنتكلم في الأول عن طرق السكاننج. طرق السكاننج موجودة دلوقتي كوميرشالي، يا إلا دايركت ميثود عن طريق الانترا أورال سكان without the need of impression and so on and indirectly digital models can produced by scanning alginate or plaster models عن طريق ديسكتوب سكانر أو انترا أورال سكانر، وفي كمان ناس بتعمل على CBCT بتاخد سكان. نتكلم في أول حاجة عن الانترا أورال سكاننج. الانترا أورال سكاننج for acquisition of digital impression دلوقتي بتزيد قوي في الكلينيكال براكتس all over the world. الديزاين اتحسن عن زمان، reduction in size and weight، الاكيوراسي is more better، كان زمان بيبقى الحجم كبير جدا. دلوقتي الاوبتيكال سكانر كان يوز تو كابتشر بوث ان فيفو ايمج عن طريق البيشنت على طول، او حتى لو هنعمل هناخد موديل مثلا فيزيكال ونعمل سكان لي. ده مثال يعني للسكانر. ايه هي الادفانتج اوف دايركت انترا اورال سكانر؟ هي بالضبط الديس ادفانتج بتاعه الامبريشنز، ان هي ممكن تضيع، ان هي ممكن تتعمل غلط، الدايمنشن ستابيليتي، ليميتد وركينج تايم، المشكله في ترانسبورت باكجينج، لو في غلطه هنعيد الامبريشن تاني. عكس الانترا اورال سكانر يعني لو في حاجه فويد او كده عايزه تتكمل، جاست ان احنا بنعدي السكانر على الفويد دي اوتوماتيك بيتعمل او بفيلينج ذا فويد، والسكان بيبقى جاهز. وأول ما نعمله سيفينج على الكمبيوتر خلاص احنا مش محتاجين يعني او مش محتاجين ان احنا نحفظه او ياخد مكان للستورج بتاعه. طبعا increased accuracy and time efficiency of intraoral scanner خلت growth popularity in dental office دلوقتي، يعني كان زمان قليل قوي او الجامعات الكبيره بس هي اللي فيها السكانر، دلوقتي عيادات كتير جدا بقى فيها السكانر عشان الاكيوراسي والافيشنسي بتاعه. Published studies have found comparable or better general accuracy of intraoral scanner compared to the conventional impression. هنتكلم برضو عن الindirect desktop scanner وهو يعني وسيلة أرخص شوية، بس طبعا extraoral scanner هنضطر ناخد impression أو نعمل physical cast عشان نحصل على the acquisition of digital study model. Digital technology بتاعته employs a non-destructive laser beam and several digital cameras to reproduce high-resolution image of the target surface. ممكن نعمل سكان للimpression للموديل byte registration، بنحطها داخل platform automatically rotated and inclined during the scanning عشان نتأكد إنه هو كل الangles are covered and all the geometry. بعد ما السكان بيخلص الstereolithographic model الSTL model is created وممكن نتخلص من الimpression أو الكاست. ده مثال للindirect scanning أو desktop scanners، ممكن نعمل عليه ناخد البايت عليه، ممكن ناخد السكان للكاست أو even للimpression. هنتكلم على النوع الثالث للscanning الفيشيال scanners أو 3D face camera. الفيشيال scanners provide 3-dimensional topography and facial surface anatomy. Automatic facial landmark recognition and analysis of the symmetry and proportion of the face. ممكن عن طريق 3D scan واحد نحصل على كل 3D views اللي احنا عايزين. مهم طريقة جدا valuable في الريسيرش، بتدينا الفرق بين pre and post treatment soft tissue. ممكن نعمل color histogram أو حاجة اسمها color mapping between pre and post 3D capture ممكن نوصل لها. ده الاوتوماتيك ريكوجنيشن على الـ points بتاع السوفت تيشو، ممكن طبعا تعدل فيها. الاكزامبلز اوف 3D face scan تو ايفالويت ذا بيشنت 3D facial soft tissue ممكن تشوفها في lip relaxed وممكن تشوفها في smiling views، وتقدر تطلع 2D photos زي كده frontal 45 degree profile، تقدر تطلع اللي انت عايزه. مهمه جدا برضو في الريسيرش حتى هنتكلم عليها في الاورثوجناستيك وكده، ان هي بتدينا شكل للسوفت تيشو اكتر، وبنعمل بيها انتجريشن مع السي تي او الكون بيم، بتطلع لنا حاجه اسمها فيرتشوال 3 دي بيشنت، بناخدها بنعمل لها سوبر امبوزيشن على على السوفت تيشو بتاعت السي تي، وبيطلع لنا ال 3 دي موديل اوف ذا بيشنت زي كده.
زي السوفت وير مثلا، عندنا هنا مثلا سوفت وير من السوفت ويرز بلان ميكا و3 دي كاميرا بتاعته والسي بي سي تي، وطبعا الديجيتال موديل بتاع الاسنان برضو. فاحنا عملنا انتجريشن لثلاثه 3 دي فايلز مع بعض. حاجه ثاني من الايمج اكوزيشن اللي هي الايمجنج، او بمعنى اصح الاشعه او الاكس راي. احنا مش هنتكلم كتير عن السي بي سي تي يعني، بس هنتكلم ان هو حاجه مهمه لما بنعوزه في ديزايننج حسب التريتمنت بلان اللي انت عايزها، بتعوزه في حاجات معينه بتشتغل بيه. مش هنتكلم بقى عن دوره في الدياجنوز وكده لان ده موضوع تاني. important things you should know before going to plan. انت لازم تفرق بين شويه حاجات. يعني انت الدايكوم فايل ده ديجيتال ايمجنج اند كوميونيكيشن ان ميديسن، ده عباره عن فورمات للفايل اكستنشن بتاع الدايكوم بتاع الاشعه ال 3 دي، سواء كانت سي تي، كان سي بي سي تي، كان ام ار اي، كلها معروفه باسم الدايكوم فايلز. دي ستاندرد لانجويج، زي الكاستس او المودلز الفيرتشوال ليها ستاندرد لانجويج اللي هي الاس تي ال فايل فورمات اور ستيريو ليثوغرافي. ستيريو ليثوغرافي اوبن، انت بتبعته لاي حد سواء لاب او ديزايننج سوفت وير، وبتتعامل عليه، بتعمل عليه مرحله الديزاين. في فايل فورمات زي الاس تي ال اسمه بي ال واي، ده لما بنكون عايزين كلر اور ترانسبيرنسي اكتر بنحتاجه. الفرق بين الدايكوم والفرق بين الاس تي ال فايلز، الدايكوم ده فوليوم، احنا بنشوف مثلا حاجات هيدن اكس راي، مثلا عايزين نشوف الروت بوزيشن، ده فوليوم. الاس تي ال فايل بيشوف السيرفيس، يعني مثلا بيجيب لي السطح السيرفيس اكيوريت قوي من بره، والاثنين مهمين جدا في الكات كام. خلصنا اول مرحله اللي هي داتا اكوزيشن، هنتكلم بعد كده عن داتا بروسيسنج اند ديزاين. باختصار الداتا بروسيسنج اند ديزايننج مينينج سوفت وير، بمعنى ايه؟ يعني ايا كان انت هتعمل ايه، في حاجات كتير سوفت ويرز دلوقتي كوميرشال موجوده، هتعمل اورثوغناسك سيرجري بريدكشن اور تريتمنت بلاننج، في حاجات زي الدولفين، في حاجات زي الماكسيلم، في حاجات زي ماتيريالايز موجوده. هتعمل حاجات مثلا زي ابلاينسز، عندك 3 شيب، عندك عايز الاينر، في بلو سكاي بايو، في حاجات كتير اكوردنج تو انت عايز ايه. اندايركت بوندنج ليها سوفت ويرز، ده مرحله الديزاين. The user can obtain digital diagnostic setup, simulate a proposed treatment plan. ممكن تعمل perform bracket positioning and direct bonding. ممكن لو هتدخل CBCT تعمل orthognathic surgery، تعمل timber anchorage device according to your plan. المرحلة الثالثة اللي هي المانوفاكتشرينج. يعني احنا خلصنا الداتا acquisition، بقى عندك الداتا processing، بقى عندك المانوفاكتشرينج. المانوفاكتشرينج اللي هو انت بتطلع product في الاخر. عن طريق حاجتين، حاجه اسمها سبتراكتيف وحاجه اسمها اديتيف ميثود. الكات كام او معروفه عندنا الكات كام اللي هي الميلينج التيرنينج او دريلينج يوزد كيرفولي بلان تول، ده اللي هو باختصار معنى الخرط، اللي هو البير اللي بيرسم اللي احنا عايزينه، مثلا زي ما بنعمل بلوك زيركونيوم او كده. بس هو ده مش معناه ان ده هو ده مصطلح الكات كام، لا، ده اسمه سبتراكتيف بروسيس يوزد باي ذا ماشين اوف ذا كات كام. دواء اللي هو مثلا زي احنا بنستخدمه وليه استخدامات. يعني احنا مثلا لو هنعمل 3D printed hyrax 3D hyrax ممكن نعمله بالطريقه دي، والطريقه الاكثر شيوعا دلوقتي والاكثر استخداما في برينتنج، ان احنا بنستخدم 3D printer عشان نوصل للي احنا عايزينه. الاديتيف مانوفاكتشرنج، السبستراكتيف ان هي انت بتاخد من شكل معين لغايه ما توصل للي انت عايزه، يعني انت البير بس بينحت في الحاجه. المانوفاكتشرنج او الاديتيف مانوفاكتشرنج انت بتضيف لاير باي لاير. فاوندد باي ويلفريد فانكرين، ده الدايركتور اوف ماتيريالايز. ماتيريالايز اللي يعرفها اللي هو سوفت وير ميمكس، من اكبر السوفت ويرز في مجال 3 دي عامه، اورثو او غير اورثو. 3 دي برينتد تكنولوجي الاو يوزر تو كرييت ا برينت 3 دي فيزيكال اوبجكت برودكشن بارتس اوف اني شيب فروم فيرتشوال موديل. الجروينج ريج بقى بتاع الماتيريال، انت ممكن تطبع بلاستيك، ممكن تطبع ريزن زي ما انت عايز، ممكن تطبع ميتال، وده الريسنت انك تقدر تطبع 3 دي ميتال. ما كانش الموضوع ده متوفر زمان، كان كل حاجه عن طريق الميلينج مش البرينتنج. الماتيريال ار جويند ان سكسيسيف لاير، يعني هي لاير باي لاير بتتحط فوق بعض، عشان كده هي اصلا واخده الاسم الاديتيف بروسيسور. عموما يعني ال 3D printing نفسه انديب ليه كذا طريقه وليه كذا تكنولوجي، وحتى ال 3D scan والحاجات دي ليها كذا تكنولوجي، بس الموضوع كبير جدا. يعني لما نتكلم بس عن الكونسبت، الاديتيف مانوفاكتشرنج
بيكبر جدا زي ما الانترا اورا سكان، الاثنين زي تو ارمز ماشين مع بعض، مخليه طبعا الاورثودونتيك براكتس اند لابوراتوري اوتوماتيك فابريكيشن للهاي ريزوليوشن موديل. ممكن تعمل عليه ريتينر، ممكن تعمل عليه الاينر، ممكن تعمل عليه دايركت بوندنج، ودوت بيزود الكابابيليتي بتاعتنا ان احنا نوصل للي احنا عايزين. كل ده مقدمه او يعني انترودكشن للكاستمايزيشن، احنا عايزين نوصل لايه. الميزه بتاعت الكات كام والتكنولوجي اللي هي الكاستمايزيشن او كاستم ميد ابلاينسز، بحب اسميها تيلور ميد ابلاينس فور ذيس بيشنت، زي مثلا ايا كان هنا ايه، سواء هيربست اكسباندر، سواء ويفر فور سيرجري، ايا كان انت بتعمل حاجه تيلور ميد فور ذيس بيرسون. في حاجتين، في حاجه عايز اوضحها بس، انك انت ممكن تبرنت الموديل تمام وتشتغل عليه، مثلا هتعمل يعني تاخد سكان وتبرنت الموديل 3D وتشتغل عليه مثلا ابلاينس تبعتها، او تشتغل عليه تحط عليه الاينر. يعني انت ممكن مثلا الستيج بتاعت الاينر سوفت وير طلع 20 ستيج، فعملت برينتنج لكل ستيج وبعد كده حطيت الثيرمو فورمد الاينر عليها، فانت كده طبعت حاجات وعملت عليها الثيرمو فورمد الاينر. في حاجات دايركتلي 3D برينتد، يعني احنا لو هنعمل ويفر فور اورثوجنستك سيرجري بيبقى دايركت 3D برينتد، احنا ما بنطبعش كاست، احنا بنطبع على طول الويفر او ال STL فايل اللي احنا عايزينه. نتكلم عن 3D برينتد ميتال ابلاينسز. دي حاجه نوع من البرينتر اسمه ليزر ميلتنج، وبدا ينتشر في العالم، بدا يدخل مصر الفتره الاخيره دي. ده بيعتمد على السنتر ميتال ان باودر فورم، برضو اديتيف 3D برينتنج. دلوقتي الكلينيشن كان ايزلي ديزاين اورثودونتيك ابلاينسز، بيعملوا الباند دلوقتي بدون سيبريتور، لان هي ال 3D براند 3D باندز بتغطي الاوكلوزال سيرفيس، ما محتاجش سيبريتور. كارنتلي موست كومن 3D برينتد ميتال ابلاينس اللي هو الهايركس، اكتر حاجه بتتعمل بيها دلوقتي الهايركس، واكتر حاجه شغالين عليها في الريسيرش. بس ممكن تطبع اي حاجه تاني، ممكن تطبع هيربس، ممكن تطبع براكت، كل ده ممكن. دي صورة الأمثلة مثلا حاجات 3D printed. هنتكلم ان هو more expensive، الماشين دلوقتي اعتقد تكلم في $300,000، it's very expensive، بس ليها مميزات تانية: decrease number of appointment، reduce chair time، increase patient comfort، ومع التكنولوجي الحاجات دي بتاخد وقت وبتخلص. استاذنك يا دكتور بدر ممكن ترجع تاني بالصورة اللي فيها البنت عشان ما لحقناش نشوفها. يا ريت تقول لنا نبذه كده عن كل حاجه منهم. انا هتكلم، يعني انا جايب صوره ان ده بيبقى 3D printed، بس هتكلم على طريقه 3D printing قدام. يعني هتكلم ان هو الابلاينسز دي امثله للابلاينسز ان هي تبقى 3D printed according to the design انت اللي عايز تعمله، بس انا هتكلم عليهم. يعني هو اللي بدا الموضوع دوت سايمون جراف 2017 بدا القصه بتاعت ان انا ادخل 3D printer اللي موجوده اوريدي عشان اعمل ميتاليك اورثودونتيك ابلاينس. عمل هايركس فور رابيد بالاتال اكسبانشن فور 3 بيشنت تمام، عن طريق الكات كام بروسيجر، وذاوت ما يطبع، ما يعمل امبريشن ولا يعمل برينتد موديلز يشتغل عليه. هو عمل بس جاست انترا اورال سكان، وعمل سكان للهايركس سكرو او الاكسبانشن سكرو، وعمل ويلدنج ليهم مع بعض. الكلينيكال ريزلت شود ذات ذس بروسيجر is efficient and viable digital way for constructing metallic orthodontic appliance. The flexibility of the digital appliance design together with biocompatibility strength of the choosing material offer a huge potential for more advanced appliance design. وهو نفسه خد الكلام ده وطبق عليه ابحاث كتيره في مجال ال 3D printing metal. ده باختصار الحاجات اللي هو عملها. يعني اللون الاخضر ده، ودي الصور اللي حضرتك سالت عليها، اللون الاخضر ده هو بالظبط بعد ما خد سكان للكاست، اللون الاخضر ده هو ده الديزاين اللي هو عمله، يعني الفريم ورك اللي هو عايز يشتغل عليه. واللون والهايركس باللون ده او الاكسبانشن سكرو باللون ده، لان هو عمل له سكان، يعني هو لان ما فيش لغايه دلوقتي 3D printed هايركس او 3D printed سكروز، في ترايلز بيعملوها بس لسه لغايه دلوقتي اعتقد حسب علمي يعني ان ما فيش حاجه 3D printed كامله، بس هو بيعمل سكان ليها وبيدخلها في المكان او السيستم اللي هو عايزه. وبعد كده الصوره الثانيه دي بتبقى، يعني الصوره الثانيه دي بيبقى الهايركس، وبيحصل هنا ليزر ويلدنج بينهم هما الاثنين. يعني ده الفريم ورك
والباند شكلها، وده بيحصل بعد كده ويلدنج. السهم ده بيشير للبوينتس دي، هو حاططها عشان ايزلي يعني ايزي ريموفر بعد ما يشتغل، يعني ان هو يقدر يشيلها بسهوله، لان هي السطح بتاعها بيبقى املس جدا، ما بتبقاش زي الباند بتاعتنا زي ما قلنا ما بنستخدمش سبريتورز، فهي بتبقى فيتد من فوق اول اوفر ذا توث يعني. وده شكلها في الكلينيكال، وده شكلها بعد الاكسبانشن. وهو كمان زود يعني عمل ريسيرش تاني في 2018 على ميني سكو اكسبانشن على ميني سكو، وعمل ارتكل 2020 ابلكيشن اوف نيفول ميثود على ديستلايزر، استخدم برضو نفس الفكره، حط 2 ميني سكو وعمل سكان، واللون الابيض ده برضو نفس الفكره، حط 2 سكو كده عشان الديستلايزيشن، وبعد كده عمل لهم ديجيتال 3 دي برينتينج. اللون الاخضر برضو هو ده الديزاين بتاعه، اللون الابيض دوه هو دوه اللي بيعمل له سكان ويضيفه على الديزاين بتاعه، وبعد كده في الاخر بيعمل لهم فاينل ويلدنج. لما بنعمل 3 دي برينتينج، لما بنعمل 3 دي برينتينج بيبقى الشكل اللي هو على الشمال دوه بيبقى هو بتطلع كده من 3 دي برينتر. بعد كده هم بيعملوا لها بروسيسنج وزي ساند بلاستنج، بتطلع بالمنظر ده، وفي الاخر بيبقى شكلها زي ما احنا شايفين، وده شكلها البيشنت ماوث. هنتكلم على موضوع 3D guided mini scope. تمام، احنا برضو ده whenever needed، يعني في professionals بيحبوا الموضوع ده، في researches على الموضوع ده، ان احنا بنعمل جايد زي الامبلانت العادي، بنعمل جايد للميني سكو عن طريق الكون بيم سي تي، وعن طريق ان احنا بنبقى واخدين انترا اورا سكان او كاست سكان، وبنعمل جايد للميني سكوز سواء بين الروتس او عند البلات، ايا كان غرض الرساله عندنا ايه او غرض الريسيرش ايه. هورفر ايتال سنه 2014 عملوا ميثود كاستمايز ادابتيشن اند بليسمنت للميني بليتس يوزد ان اورثودونتيك. هنتكلم بقى عن حاجة تاني في الكاستمايزيشن، وانا عن نفسي انا يعني نفسي اوصل لشغل زي كده، الكاستمايزد فيكسد لينجوال ريتينر، لان انا بالنسبة لي اللينجوال ريتينر فراستريتنج ومن الناس اللي بخاف منها. احنا هنعرض شركة يعني ميموتين، طبعا احنا الشركة مش ملزمين بالكلام بتاعها، بس في ابحاث بتعمل كاستمايزد فيكسد ريتينر، مش بس الشركة دي، اكتر شركة بوبيولر واكتر شركة شغالة في الموضوع ده. عمل دكتور اسمه باسكال في 2012 حب يعمل فيكسد لينجوال ريتينر عشان المشاكل اللي كان بيواجهها فيه، ان هو دي بوندنج الاكتيفيتي بتاع الريتينر. فهو كات كان فابريكيتد لينجوال ريتينر 16 في 16 ريكتانجولار نيكل تايتانيوم، الواير هايلي فليكسبل كاستم كات بالسايز فيت، ده معمول بالظبط نفس الاربع الثلاث خطوات اللي احنا بنقوله دايما، الكمبيوتر الداتا اكوزيشن اللي هي عن طريق السكان، بعد كده بنشتغل على الديزايننج بتاع الحاجه او الواير اللي احنا عايزينه، بعد كده بنعملها بنبعتها ل 3 دي برينتنج، بعد كده بنعمل لها اندايركت بوندنج بوق البيشنت على طول. حابب يعني الفيديو ده يا رب يشتغل عن الميموتين. يبقى ثينر عن العادي، يبقى ألترا ثين، المفروض ده الكليمز بتاعت الشركة، سوبرب كومفورت، دايركت بوندنج، هما بيعملوا له اندايركت بوندنج تري عشان يبقى أكيوريت، يعني زي بيبقى جيج كده ماسك الواير عشان يبقى أكيوريت في مكانه، وبتعمل بوندنج الأول للتناين، وبعد كده بتشيل الجيج وبتكمل، بتلاقيه سوبيريور فيت على الأسنان، فيت جدا بطريقة يعني جميلة. سويتابل فور ابر جو عشان الايديال اوكلوزال كليرنس. الميزه اللي انا شايفها جميله جدا ان هو عشان نيكل تيتانيوم. دكتور بدر بعد اذنك. وحضرتك ماسك مايك او حاجه؟ لا.
اصل في صوت كده كل شويه حاجه بتخبط صغيره كده، فيعني كانك ماسك مايك بيخبط في حاجه عشان الصوت بس. مش عارف في حاجه بتخبط كده عندك. اتكلم صوت على طول على ال على الـ يمكن التكييف بيفصل يمكن. اعتقد في حد فتح المايك يا دكتور وسام مع دكتور بدر، وغالبا استاذنا سياده العميد وائل بيبي فاعي. طب يا جماعه انا استاذنكم اي حد فاتح المايك يقفله، وانا هشوف عندي برضو اي حد فاتح المايك هقفله. خلاص يا دكتور وسام، دكتور وائل بيبي قفل خلاص المايك. خلاص تمام. اتفضل يا دكتور بدر. تمام يا دكتور. هنقول تاني، هنقول البرسايز فيت عشان هو كمبيوتر ايديت ديزاين على الشكل اللي احنا عايزينه. الالترا ثينر ذان يوجوال ريتينرز، بيتر اورال هايجين، الاندايركت بوندنج بيدينا الاكوريت بوزيشننج اللي احنا عايزينه. اهم حاجه انا شايفها من وجهه نظري الباسيفيتي فيت، ان احنا ما نعملش اكتيفيشن للريتينر احنا وشغالين. برضو في ايديال اوكلوزال كليرانس. هنتكلم دلوقتي برضو عن كاستمايزيشن في الليبيال براكت وفي اللينجوال براكت. هنبدا بالليبيال براكت سيستم. increased amount of companies use designing software عشان يعملوا ديزاين لكاستم اورثودونتيك ابلاينس. تمام، احنا according to the wish for the orthodontist and the wish for the patient. بنستخدم indirect bonding tray for accurate bracket placement. بنعمل البراكت زي ما احنا عايزينها custom made for the patient، نحدد التورك والتيبنج والحاجات دي كلها زي ما احنا عايزين. even the arch wire are custom bent by robot، وده كله بيزود التريتمنت افشنسي. اكتر سيستم بوبولار انسجنيا، وفي كمان في شور سمايل انسجنيا باي اورامكو، تريتنج اورثودونتيك بيشنت وذ كاستم باكل براكتس. برضو بيستخدموا الاندايركت بوندنج في كل الشغل بتاعهم عن طريق الجيكس. نفس الفكره الثلاثه كونسبت بتاعتنا، السكان اللي هو الداتا اكوزيشن، الديزاين ديزايننج اند مانيفاكتشرنج، وبعد كده اخر مرحله البيلد اللي هي المانوفاكتشرنج اللي هو بيعمل لك بيلد للواير وبيعمل لك بيلد للجيكس، وبعد كده بيسلمك الحاله على جيكس تعمل لها اندايركت بوندنج. الكاستمايز لينجوال براكتس، كل حاجه برضو يا دكاتره من المواضيع دي انا بتكلم عن جنرال اوفر فيو اوف ذا كات كام ان اورثودونتكس. كل حاجه من دي ليها ريسيرش وليها شغل وليها حاجات. يعني اللينجوال ده مش موضوع بسيط، لا موضوع كبير، والبكال برضو يعني المواضيع دي كلها مواضيع كبيره، بس احنا بنتكلم اوفر فيو. بنتكلم دلوقتي برضو على الانكوجنيتو اللي هو الموست بوبولار براكت سيستم في اللينجوال. في ناس بتختاره كتير عشان الاستاتيك. ريسنتلي الترناتيف كاستمايزد لينجوال سيستم زي هارموني من امريكان اورثودونتكس وزي اي بريس دخلوا المجال مع 3M. طبعا اللي اكتشف الموضوع ده دكتور او اللي هو اول واحد عمل الانكوجنيتو دكتور ديريك فيتشمان، من اكبر الدكاتره في مجال اللينجوال. يعني انتروديوس 3D برينتنج تو كرييت واكس باترن. وفي الانكوجنيتو طبعا احنا عارفين انه كله بولد، هما بيعملوا واكس باترن 3D وبعد كده بيعملوا كاستنج لبولد براكت، بيعملها لك على شكل اللينجوال او البالاتال سيرفيس، بتبقى فيتد على البالاتال سيرفيس والريجولاريتيز اللي فيه، اسمها لينجوال او بالاتال بادز. طبعا الكاستمايزيشن للان ان اوت والانجليشن والتورك فاليوز اوف ايتش براكت، وكمان بيتعمل بالاندايركت بوندنج. هو الشركه يعني حاطه صوره زي كده اللي هو الانكوجنيتو مثلا اللي هو الكومبليت فيت على اللينجوال سيرفيس اللي انت عايزه بالفاليوز اللي انت عايزها فور يور بيشنت، اللي هي الان ان اوت والتورك والحاجات دي. هنتكلم عن الاندايركت بوندنج تريس، ودي برضو مثال لحاجه انا قلتها بس حابب اذكرها تاني، اللي هو 3D برينتنج نفسه. يعني دوا اللي على الشمال دي حاجه اسمها جيكس، واللي على اليمين دي تريز. الجيكس دي عن طريق السوفت وير تبقى دايركتلي برينتد، والبراكت بسلوت بتبقى مثلا، هي بتبقى البراكت سلوت بتبقى تركب في الجيكس دي وتتركب على البتاع. فدي دايركت 3 دي برينتد على طول، ما مش لازم نطبع كاست. لكن الناحيه الثانيه احنا بنعمل بلاننج للبوزيشن بتاع البراكتس على فيرتشوالي، وبعد كده بنطبع الكاست بالبراكتس، وبعد كده بنعمل ثيرموفايد يعني بتاع ده، بنعمل تري ثيرمو بلاستيك تري، وبعد كده بنحطها في البيشنت زي ما احنا شايفين في الصوره دي. ده سيستماتيك ريفيو 2021 عن الدايركت والاندايركت بوندنج تكنيكس.
هو الكونكلوجن بتاعه من الايفيدنس اللي موجود دلوقتي يوزد كمبيوتر ايديد بوندينج اند ذا يوز اوف كمبيوتر ايديد بوندينج اقل تريتمنت تايم اقل نمبر اوف ابوينتمنتس كومبيرد تو دايركت ويل مانوال اندايركت. يعني هو عشان البرسيجن وعشان الاكيوريسي بتاعته فقلل التريتمنت تايم وقلل النمبر اوف ابوينتمنتس اوف بيشنت. هاويفر اكتر حاجه بتاخد وقت طبعا الديجيتال بلاننج في اي حاجه طبعا بياخد وقت كبير جدا بره الكلينيك او بره التشير سايت. لسه محتاجين ار سي تيز عشان نوضح الديفرنس بين الدايركت والاندايركت بوندينج تكنيكس. عامه هنتكلم على الكاستمايزد ارش واير اللي احنا ذكرناها في التكنيك بتاع البراكت او الكاستمايزد براكتس. طبعا بيبقى كاستم بينز حسب ما احنا عايزين التوث موفمنت. اول شركه عملت الموضوع ده كانت شور سماي وبتعمل البيندنج على كبر نايتاي واير عن طريق روبوت عن طريق حاجه اسمها سبليت سكند اوف انتنس هيت بتتابلايد للحته اللي انا عايز اشتغل فيها فبتعمل لنا بلاستيك ديفورميشن. كل ده باي الجوريزم عن طريق الكات كام تكنولوجي. ده فيديو للموضوع يعني. هي فكرته باختصار. هنتكلم برضو على موضوع استخدامات الكات كام في الأورثوجناستيك سيرجري. الكونفنشنال واي اللي احنا كنا شغالين بيها او يعني لغايه دلوقتي كونفنشنال او يعتبر برضو لغايه دلوقتي يعتبر جولد ستاندرد يعني زي ما احنا شايفين فيسبو ريكوردز ماونتنج اند ارتكليتور بتعمل الشغل بتاعك على الكاست. طبعا كلنا عدينا بالخطوات دي في الماجستير. الديس ادفانتج بتاعتها تيك لونج تايم من كلينيكال اند لاب ستيبس. يعني مثلا لو انا خدت الفيسبوك ريكورد غلط تقريبا الحاله خلاص كده باظت. يعني الويفر ده هيترمي ويا ما حصلت في شغل كتير قبل كده ان الحاجات دي الفاينل ويفر بيجمع كل الايرور اللي حصلت في الخطوات اللي هي عن طريق الكلينيك كله. برضو recently 3-dimensional surgical planning بيوفر حلول للموضوع ده عن طريق الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم برضو 3D image acquisition. وهنا 3D image acquisition بيبقى عن طريق 3D scan للأسنان عن طريق 3D scan للبايت بتاعت الأسنان عن طريق CBCT. طبعا CBCT هنا بتبقى whole maxillofacial يعني بتبقى واخدة معايا cranial base عشان تحل محل الفيسبوك ريكورد يعني أو ما شابه. بعد كده بنعمل الفيرتشوال اوجمنتد موديل. بعد كده المرحله الثانيه بتاعتنا اللي هي الديزايننج في الكات كام. بعد كده المرحله الاخيره اللي هي المانوفاكتشرنج وهنا هتبقى الويفر او السبلنت. انا كانت رسالتي في الماجستير او الثيسيس بتاعتي عن البريدكشن او الريلايبيليتي بتاعت البريدكشن في اورثوجناستيك سيرجري. كنا بنعمل خطوات يعني كنا بنعمل خطوات كتير. باختصار كانت البلاننج السيرجري موفمنت اللي احنا عايزينها اكوردنج تو ذا سيرجن اند ذا اورثودونتست. بعد كده بعد ما بنخلص البلاننج مش بس السيستم بيعمل بلاننج او بيعمل دياجنوزيس لا ده كمان بيديني STL surgical splints to be cupped عن طريق يعني زي ما عندنا هنا الفاينل ويفر والانترميديت ويفر ودول هنا بيطبعوا على طول زي ما انا قلت في الاول ان احنا ما بنحتاجش كاست مثلا وبعد كده نطبع عليه دول لا خلاص البلاننج هنا انترميديت بتدي اوردر بيطبع الفايل الانترميديت ويفر وهنا الفاينل ويفر اللي هو الثينر ويفر دوت بيبقى في الاخر. في سيستماتيك ريفيو عن الكمبيوتر ايد بلاننج ان اورثوجناستيك سيرجري كان معمول باي هاس ايتال في 2015 كوندكتد سيستماتيك ريفيو عشان يعملوا ايفالويشن للاكيرسي اند بينيفيتس اوف كمبيوتر ايد بلاننج ان اورثوجناستيك سيرجري. اكوردنج للداتا بتاعتهم they concluded ان هو اكوريت وان هو يعني شيء اكوريت في البلاننج بتاع الاورثوجناستيك سيرجري. بس برضو قالوا ان هو محتاجين ار سي تيز اكتر عشان نفصل في الموضوع.
في سيستماتيك ريفيو تاني برضو باي سيرجيو أوليت إيتال اتعمل في 2017، بس هنا الفرق ان هو عايز يشوف السوفت وهارد تيشو ريشيو للهارد تيشو موفمنت. هنا they concluded that they the bias governs many published studies قبل كده related to 3D analysis. There is no data that can be applied to determine soft to hard tissue. وده اللي احنا وصلنا له برضو في الريسيرش بتاعتنا، ان احنا skeletal movements اوكي بتبقى accurate مع 3D، لكن soft tissue بتبقى unpredictable. وهي تحت heavy research موضوع soft tissue prediction او موضوع soft tissue استجابة soft tissue حتى للorthodontic treatment او للorthognathic surgery still heavy research. في ناس بتقول ان هو السوفت ويرز ممكن تطلع شغل accurate، في ناس لا بيقولوا ان هو مش accurate enough عشان يوصل، عشان اختلاف الاثينيتي، عشان اختلاف البايوتايب، عشان اختلاف السوفت تيشو من واحد لواحد وهكذا. برضو هنتكلم في اخر حاجة عن الالاينرز. بنتكلم برضو من منطلق الكات كام في الالاينرز. اكتر حاجة بنستخدم فيها الكات كام الالاينرز في شغل الأورثو، في شغل الأورثو بتاعنا اللي هو الالاينرز، اللي هو احنا بس بناخد الاسكان او الكاست وبنبعته للشركة او كده، بس هو بقى بيبدأ مرحلة احنا بناخد الداتا اكوزيشن، يعني هو بيبدأ مرحلة ان هو يعمل الديزايننج، بيعمله على كذا ستيج، بعد كده بيبرنت الكاست للكذا ستيج دي، وكل كاست بيعمل عليه ثيرموبلاستيك ماتيريال تو فابريكيت الاينر. الجديد ايه بقى؟ برضو ان هو سكيبنج ستيب اوف 3D برينتد. انت دلوقتي مش لازم تطبع الفيزيكال موديل، في ريسيرشر بيقولوا لا احنا نطبع الالاينر دايركتلي. طبعا الموضوع لسه بدري، بس يعني الكليمز ان هو هي اوفر هاي بريسايز سوفت ايدج فاينلي فينيشد ديجيتالي ديزايند ايدنتيكالي ريبروديوسد. برضو لسه في، يعني احنا هنعرض حاجتين يعني بيبرز لسه حديثه جدا، discuss the advantage of 3D printed aligner in comparison to thermoform ones. وهما الاثنين هنا 3D، بس النقطة اللي حابب ان هو تطبع الاليينر دايركت 3D material 3D printed. تمام. لسه بيشوف البوسيبل رود بلوكس ذات اكزيست such as current lack of approved marketed material. يعني ما فيش حاجة واضحة جدا ان هي دي خلاص الماتيريال الابروفد للاليينر 3D printing، وما فيش حاجة واضحة او ما فيش سوفت وير حتى من شركه واضح ان هو اللي هيعمل الشغل ده. بس هو سجست ذات يعني ان السوتابيليتي اوف 3D printed aligner superior to thermoform manufactured aligner because the prior increased accuracy. هو عموما يعني accuracy fit والحاجات دي، بس الميزه الكبيره اللي بتتكلم عنها البيبرز والابحاث دلوقتي انك انت ممكن تغير الثيكنس من مكان لمكان في الاليينر. يعني دايما الثيرموفورم بيبقى خلاص بيبقى بريست وبيطلع الثيرموفورم ثيكنس واحد، فلا انت ممكن تعمل 3D برينتينج، ممكن تزود في الديزاين بتاعك اختلاف في الثيكنس فيوصلك لريزلت احسن. وطبعا ان هو they encourage further in vitro and in vivo studies to test these new technologies and material. في study by Jindal et al. في 2019 هم presented 3D printed 0.75 millimeter thick clear aligner using dental long term، نوع من أنواع الريزن يعني. وقالوا إن الأوثر suggest that the 3D printed design resin cured the clear dental aligners more suitable عن الثيرموفورم، وأحسن في الجيومتري، أحسن في الأكيرسي، أحسن في الميكانيكال ريزيستنس. بس برضو لسه كل ده عايز ريسيرش. إيه هي take home message؟ عموما احنا مش بنتكلم على 3D او الديجيتال بنقول ان هو ده الحل وما في، لا لسه الناس بتاخد كاست، لسه الناس تشتغل عادي، بس العالم بيتطور جدا في المجال ده. يعني ما اعتقدش ان الالاينر من 10 سنين في العيادات او في كلينكس زي دلوقتي، ما اعتقدش ان الريسيرش من 10 سنين زي دلوقتي. يعني احنا بدأنا شغل كتير جدا في 3D في الريسيرش. انا رسالتي كانت في ماستر عن 3D، ورسالتي دلوقتي في الدكتوراه 3D، وفي كذا حد شغال في الدكتوراه وفي الماجستير بتاعه عن 3D appliances شغالين معاهم في القسم. واعتقد يعني ان المستقبل كله في الموضوع ده. وشكرا لكم جدا يا دكاتره الاستماع، ويا ريت يعني اكون اضفت اي معلومه ليك. شكرا جزيلا يا دكتور بدر. الموضوع جديد وجميل، يعني نتمنى انه يبقى منتشر اكتر من كده، بس الموضوع جديد وحلو.
وأعتقد أن كل الناس أضاف لها شيء جديد. بنفتح باب المناقشة، حد من أساتذتنا أو زمايلنا يحب يسأل دكتور بدر؟ بعد إذنكم أقدر أقول حاجة؟ أستاذنا العزيز دكتور وائل رفاعي، اتفضل يا فندم. بدر مساء الخير الأول عليكم كلكم، وأنا آسف أن أنا دخلت متأخر بس كان في عندي مشكلة. مساء النور يا معالي الرئيس. يا باشا تشرفنا. ازيك يا باشا؟ بدر تشرفنا دايما. يعني تقدر تعرض دلوقتي السوفت ويرز اللي انت عملتها في الأورثوجناستيك؟ تقدر واحده بنتكلم تطلعها؟ ايه يا دكتور، تقدر تطلع اللي هي السوفت ويرز اللي هي الستبس اللي انت عملتها في الأورثوجناستيك سيرجز، ولا ما تقدرش ولا صعبه؟ مش انا كنت عامل سيمينار عن 3 دي اورثوجناتيك بلاننج يعني، بس ستيبس الرساله نفسها لا. طب ابعت الحاجات دي للدكتور وسام على الاقل عشان حتى يزودها هنا عشان اللي عايز يشوفها يشوفها. ما فيش مشكله، ممكن تبعت لي وانا اضيفها في المونتاج. اصل هو بس يا دكتور وائل، هو يعني كان في الجروب ان هم مش عايزين شغل رسائل كتير، فانا ما حبيتش ان انا استرس على الموضوع. مظبوط يا دكتور بدر، مظبوط. احنا بس عادي ممكن نطعم الحاجات بشغل من الرسائل. قلت الرسائل بيبقى فيها حاجات جديده برضو، يعني انا حبيت اقول الكونكلوجن وحبيت اقول بس احنا عملنا ايه واستفدنا. بس حلو يا بدر، حلو. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. شكرا استاذنا الدكتور وائل رفاعي، شكرا جزيلا يا فندم. في حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ يعني بقول مرة تانية بشكر دكتور بدر وبشكر دكتور وائل وبشكر اسم التقويم في جامعة المنيا على الحاجات الحلوة دي. أهم حاجة في السمنار إن هو ربطنا التخصصات المختلفة بالتقويم، وده المطلوب دايما، يعني يبقى في تعاون وإزاي نستفيد مثلا من كام في الأورثو، ودي حاجة حلوة جميلة جدا يعني. شكرا لكم، شكرا جزيلا استاذنا العزيز دكتور عزة بركات. دكتور وائل رفاعي رافع ايده، اتفضل يا فندم. انا رافع ايدي فعلا. اتفضل يا دكتور، اتفضل. انا طالب منكم كلكم مساعده في موضوع شغلني بقالي فتره. احنا دلوقتي بنتكلم على 3D وعمالين نقول الابلاينسز والدياجنوزس وكده، احنا حاجة دايما ما بنشوفهاش، بنشوفها نظري، كنت لسه بتناقش فيها في الاسم اللي هي البريدونتال ليجمنت. حتى السيجنيفيكانس بتاعها في الفاينايت بنشوفها ونقدر نحسبها لكن صغيرة. ما لقيتش الا ان عن طريق انتيبيوتيك بتتشاف، مثلا لو انا عامل اورثودونتيك توث موفمنت، طبعا ده في الحيوانات مش في البني ادمين، ان احنا بنشوف التنشن والكمبريشن، لكن احنا فعلا ما بنشوفش السنان حركتها فعلا الفعليه 3D. فحد يقدر هي دي اعتقد يا دكتور، عشان نشوف الحركه دي عايزه 4D بقى. التايم، نزود التايم، لازم نزود التايم اللي هو هيبقى 4D. مش عارف، انا نفسي مش عارف يعني. انا عمال ادور فيها، دورت ولقيت 2 بيبرز، لكن اللي هي شافوا السنان، شافوا البريدونتال ليجمنت فيها تنشن وكمبريشن، لكن اللي بقصده ان احنا حتى احنا ما بنشوفش البريدونتال ليجمنت 3D حتى في العادي، لا ب ام ار اي ولا بكاتكام ولا سوري ولا بسي بي سي تي ولا باي حاجه، وهي المين ايشو عندنا في الارثودونتيك توث موفمنت اعتقد يا دكتور، لان هو اصغر من اقل سلايس ممكن نعملها في اي نوع من الدياجنوستيك ريكورد دي. انا عن نفسي بقول لو حد عنده معلومه يقولها لي، يعني انا ممكن نعمل فيها سيرش دي يا دكتور ان شاء الله باذن الله. نشكرك جزيلا استاذنا دكتور وائل رفاعي، ربنا يخليك. السيمينار جميل. بنشكر الدكتور بدر عبد الغني، والسيمينار رائع، والمجهود واضح جدا، والإشراف واضح من أستاذنا الدكتور وائل رفاعي. بنشكركم جميعا، وموعدنا إن شاء الله في السيمينار النظري يوم الأربعاء القادم الساعة 11 مساء، وطبعا السيمينار العملي هيكون يوم الجمعة القادم الساعة 10 مساء، وإن شاء الله هيتم مونتاج السيمينار في أقرب وقت،
ونزوله على القناة المخصصة لنا على اليوتيوب، واللينك بتاعه هيوصل على الجروب. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.